وللحديث عن التطورات في اليمن ومآلات الحل السياسي ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. حياكم الله دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الأنوار دكتور عبد الباقي. بداية، كيف تقرأ دعوة المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ أو دعوته أطراف النزاع للاجتماع من أجل لربما معالجة بعض الأولويات والتحرك لتطبيق تسوية مستدامة في اليمن؟ أعتقد أن مبعوث الأمم المتحدة هو يسعى إلى تثبيت، ويعني حتى المبعوث الأمريكي، يعني كلاهما هناك واقع في غاية التعقيد في اليمن. بالتالي الأمم المتحدة ممثلة بالدول المهيمنة أو الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا بعض دول أو دولتي التحالف. صحيح أن هناك اختلاف، لكن الجميع يعتقد أن ينبغي إيقاف الاحتراب، ولكن لا يمكن الوصول لتسوية إلا بأن يتم أولا تثبيت كل القوى في الجغرافيا وفي مساحات القوة. بمعنى الآن لدينا وضع في غاية التعقيد، لدينا المجلس الانتقال الجنوبي وهو تم إحلاله بديلا عن في العاصمة المؤقتة، ولدينا الحوثيين في صنعاء، والآن لدينا اقتطاع حضرموت، ولدينا أيضا مجموعة من المحافظات المنفصلة والتي هي لديها مشاريع أخرى، وهناك أيضا مدن محاصرة ومتجزئة في الساحل الغربي على سبيل المثال تعز. إذن وهناك، وأخطر ما في الأمر أن مشروع المجلس الانتقالي مشروع يستدعي الهوية الجنوبية ويريد العودة إلى ما قبل 1990. مشروع الحوثيين يعني يتأسس على التفويض الإلهي أو الحق في حكم اليمن والعودة إلى ما قبل 1962، وحضرموت تعتقد أنها متواجدة قبل حتى اليمن. وبالتالي وهناك مناطق أخرى لديها المشروع الجمهوري ولديها الحفاظ على الوحدة. كل هذه التناقضات وهذه الوكلاء أو الصراع الداخلي له ارتباطات خارجية، بمعنى أن هناك تحالف بين الوكلاء في الداخل مع دول الإقليم، وهناك مراقبة وتنسيق بين دول الإقليم والدول المهيمنة على الخارطة الدولية. الوضع ليس بهذه السهولة، هناك وضع إنساني متدهور، وهناك أيضا وصف كل الذين انقلبوا على السلطة الشرعية بالحوثيين والمجلس الانتقالي باعتبارهم طرف من أطراف النزاع. ولهذا ستجد أن الحل، الحديث عن الحل وأنت تقوم بإعادة التوصيف، بمعنى الحوثيين انقلبوا على السلطة الشرعية وتم توصيفهم طرف من أطراف النزاع، المجلس الانتقالي طرف من أطراف النزاع. إذن أنت أنهيت السلطة الشرعية، أنهيت الدولة المركزية الوصول للسلام، وإنما هم يسعون إلى إيجاد تهدئة حتى يرتبوا وضع لليمن. يعني تقصد أن لا معطيات لدى المبعوث، لا معطيات جديدة لدى المبعوث الأممي حتى يطلق هذه الدعوة، وإنما هي لربما محاولة لتقريب وجهات النظر. إذن ما قيمة هذه الدعوة الحقيقية على أرض الواقع؟ هو لابد أن يتحرك مبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي في هذا التوقيت، لأن هناك الجغرافيا اليمنية والحقل السياسي الديناميكي، وبالتالي لا يمكن أن يتم يعني اليمن وهي في موقعها الجغرافي الهام في الممرات الدولية أن يتم تجاهلها وهي تحت الفصل السابع وهناك احتراب وهناك أزمة إنسانية. وبالتالي هم فقط يريدون ليس الوصول للسلام. السلام الآن، لأن هناك خلل في التوصيف، عندما الخلل في التوصيف يصبح الوصول إلى السلام صعب. الخلل في التوصيف أنك الآن الحوثيين أصبحوا طرف من أطراف النزاع، وبالتالي هم يتفاوضون على هذا الأساس، ليس جماعة انقلابية. يتم تدليلهم، يعطاهم مطار صنعاء، يتم إعطاءهم ميناء الحديدة، يتم منحهم المساعدات وهم يعني ينهبوها على المواطنين، يتم التغاضي عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الحوثيين. والمجلس الانتقالي أيضا تم الاعتراف به كطرف من أطراف النزاع، ولديه ميليشيات ليست قوات تابعة للسلطة الشرعية أو ما يسمى ذلك، هي ميليشيات وفقا للتوثيق الدولي، وفقا للمواثيق الدولية. إذن هم يريدون فقط يعني الحفاظ على كل القوى في الجغرافيا
ومساحة نفوذها في السلطة، وبعد ذلك خلال فترة طويلة يمكن لهم أن يتوصلوا إلى إعادة تشكيل الجغرافيا، إلى إيجاد ما يسمى مجلس رئاسي مشترك. ولكن يعني هنالك خلل كبير في المعالجة في اليمن. هذه دعوات لن تجد الوصول للسلام، لأن الحوثيين ما زالوا يستفيدوا من هذا. هناك أيضا عفوا هناك دعوات لميليشيا الحوثي يعني إنهاء حصارها على مدينة تعز. هل ترى أن هذه الدعوات قد تجدي نفعا فعلا وتدفع تلك الميليشيات لإنهاء الحصار؟ اولا انا كشخصيا يعني ومن رؤيه اجتماعيه ومن رؤيه سياسيه اعتقد ان رفع الحصار باي يعني اتفاقيه سلميه يعني بقاء المشروع الحوثي حتى الابد وانهاء المشروع الجمهوري اليمني، لان يعني ذلك ان الحوثيين سيكونوا محاصرين هذه المدينه من كل الطرقات، ويمكنهم العوده الى الجغرافيا متى ارادوا واحتلال تعز، بينما هناك مرجعيه دوليه لانسحاب من المدن، تسليم السلاح وعوده السلطه. هذه كلها المرجعيات الدوليه تصبح انتهت نهائيا. الحوثيين لأن هذه المدينة في غاية الأهمية، هي تقريبا 5 مليون إنسان فيها، وهذه المدينة ليس لديها انتماء عصبي شديد، بمعنى أنها تنتمي إلى المدينة، تنتمي إلى الجمهورية، هي يسموها في علم الاجتماع حامل جماهيري للمشروع الجمهوري، بمعنى أنها لا تتعصب لا للمذهب، لا تتعصب للقبيلة. هي القبيلة قد تآكلت حد الاختفاء، التعصب المذهبي قد تآكل حد الاختفاء، وهي يعني لها انتشار في كامل الجغرافيا ولها قيمة رمزية. بالتالي الحوثيين لن ينسحبوا من هذه المدينة، لأن الثقل الديموغرافي لهذه المدينة وباعتبارها حامل جمهوري لن يتركوها، لأنها ستغير المعادلة. إذا ما تمت هذه المدينة تم يعني استعادة وحدتها، سيتحرك المواطنين باتجاه صنعاء، باتجاه مارب، باتجاه عدن، سيتدفق القوات إلى المعسكرات، وبالتالي هناك مؤامرة على المدينة لاستنزافها بالتجويع وبالحصار. المدينة في غاية الأهمية لتغيير المعادلة اليمنية برمتها. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من أمستردام، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دكتور عبد الباقي شمسان.